فموضوع هوية المسيح ما هيش شيء مخبأ ولا من ادعاءات المسيحيين ولا فبركة منحاول احنا منعظم شخصية يسوع المسيح يعني بشكل مجرد تعصب أعمى، مثل ما بسمع على الفيسبوك الهجمات عن تعصب أعمى، وللأسف أنه كتير حتى من اللي بيكتبوا على الفيسبوك بينسبوا لهوية محمد الألوهية، وأنه كان قبل يعني موجود من الأزل، وعم بيعطوا الهوية، عم بيعطوا الهوية تبعت محمد اللي هي موجودة في المسيح من آيات ومعجزات والخلق والإبداع. ومع أنه يعني اللي دارس التاريخ ودارس الديانة ودارس مقارنة الأديان، من أين هذه المعلومات؟ وكيف وصل التعصب أنه كراهيتي ليسوع المسيح أو رفضي لهوية المسيح فببتدي بعظم شخصية؟ وإحنا عارفين أنه لما بتقرأ القرآن في مواصفات للرسول وفي حتى مواصفات للمسيح. ما هو الفرق بين مواصفات المسيح ومحمد في القرآن؟ هذا الجواب أنت ابحثه وشوف. لابد أن تستشف أنه الصفات والأمور اللي بيتكلم فيها عن المسيح شيء خارق وعظيم جداً.